الذراع المائية كما هو معروف اسمها العالمي اللي هو الهيدروبريك، زراعة حديثة لو هي قديمة، يعني هي أساسا قديمة بس حدثت الآن. طبعا هي موفرة للماء حوالي 90% وإنتاجها أفضل من الزراعة العادية. بالنسبة لاستخدام المبيدات أقل، بالنسبة لاستخدام الكيماويات أقل، نفس الوقت إنتاجها أكثر، إنتاجها وافر جدا زي ما أنتم شايفين. هي مكلفة بالبداية، بدايتها مكلفة يعني تأسيسها وكذا، طبعا هي أكثر من الأرض يعني بالتكلفة، لكن بالنهاية هي مريحة. يعني مثل العام الواحد ممكن 5 بيوت يعني يستخدمها مرة واحدة. وإحنا جالسين الآن نطور زيادة يعني في أنواع الأنظمة اللي موجودة. هذا النظام إحنا مسوينه أو مبتكرينه، أوفر من الأنظمة الثانية اللي هي الدتش بوكت والمواصير، وإنتاجه الحمد لله يعني ماشي أحسن من ذا. إحنا الآن قاعدين ندرس أيضا زراعة الفواكه والتين والذا على بيوت أرفع من هذه، وبنفس الوقت زراعة مائية، ويعني وإنتاجنا إن شاء الله إنه ينافس العالمي كمان من ناحية النظافة ومن ناحية الجودة ومن ناحية يعني الطعم، حتى الطعم مختلف، بالإضافة إنه يطول بالحفظ أكثر من الزراعة العادية.